تدخلوا ملكوت السماء إن لم تعودوا كالأطفال لن تدخلوا ملكوت السماء. إلهي هب لي عيون اندهاشا، إلهي هب لي رجاء انتعاشا، إلهي هبني أن أعيش ما تقول إن لم تعودوا كالأطفال لن تدخلوا ملكوت السماء. إن لم تعودوا كالأطفال لن تدخلوا ملكوت السماء. والابن والروح القدس الاله الواحد. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعا. سيادة المدران ويليام الشوملي، أيها الإخوة الأحباء، لربما نصرخ ما أجمل هذا البناء، ما أجمل هذا البناء بهندسته، ولكن اليوم بالذات نجيب لا، لن تتوجه الأنظار إلى جمال البناء، سنقول ما أجمل هذه الصورة الحية، ما أجمل هؤلاء الأطفال. اليوم وللمرة الأولى سيتقدم أطفال هذه الرعية، رعية القديس بولس الرسول في الجبيهة، سيتقدمون من هذا البناء ليجعلوا منه بناء جميلا ليس بالحجر ولكن بالبشر. سيتقدمون من سر القربان الأقدس الذي سيجعلهم حجارة حية،
وسيكون لهم غذاء لينمو في هذه الرعية بالنعمة والحكمة والقامة أمامكم أيها الأهل الأعزاء وأمام الله، ليصبحوا هم البناء الحقيقي الذي علينا أن نعتني به. من اليوم وصاعدا هذه المجموعة من الأطفال، ما أجمل أن نراها تتقدم معكم لتتناول من جسد الرب ودمه الأقدسين، ما أجمل أن نراهم يتوجهون إلى كرسي المصالحة سر الاعتراف المقدس ليتجددوا ويجددوا جمال هذا الثوب الأبيض الذي ستلوثه هذه الحياة. ولكن بفضل نعمة الله وحرصكم وعنايتكم أيها الأهل والأشابين، سيعودون أنقياء بقلوبهم وبحياتهم. نصلي معهم ومن أجلهم هذه الذبيحة المقدسة بخشوع، طالبين من الرب أن يحفظهم ويصونهم أنقياء. آمين. والآن أيها الإخوة والأخوات، لنذكر خطايانا ونندم عليها، فنكون أهلاً لإقامة الأسرار المقدسة. أنا أعترف لله القادر على كل شيء، ولكم أيها الإخوة، لأني خطئت كثيراً بالفكر والقول والفعل والإهمال، خطيئتي عظيمة جداً. لذلك أطلب إلى القديسة مريم الدائمة البتولية، وإلى جميع الملائكة والقديسين، وإليكم أيها الإخوة، أن تصلوا من أجلي إلى الرب إلهنا. رحمنا الرب القدير وغفر لنا زلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية. هللويا هللويا،
نشكره لعظمة مجده. هللويا هللويا، المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام. المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام. أنت وحدك القدوس. هللويا هللويا، أنت وحدك العلي. هللويا هللويا، المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام. المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام. أنت روح الله الحي. هللويا هللويا، ضيف نفسنا الكريم. هللويا هللويا، المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام. المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام. لنصلي. نسألك أيها الإله القدير الرحيم أن يحل علينا روحك القدوس فيسكن فينا ويجعل منا هيكلا لمجدك، بربنا يسوع المسيح ابنك الإله الحي المالك معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور. قراءة من أعمال الرسل. لما أتى اليوم الخمسون كانوا مجتمعين كلهم في مكان واحد، فانطلق من السماء بغتة دوي كريح عاصفة فملأ جوانب البيت الذي كانوا فيه، وظهرت لهم ألسنة كأنها من نار قد انقسمت، فوقف على كل منهم لسان، فامتلأوا جميعا من الروح القدس وأخذوا يتكلمون بلغات غير لغتهم على ما منحهم الروح القدس أن ينطقوا. وكان في أورشليم أناس أتقياء أتوا من كل أمة تحت السماء، فلما انطلق ذلك الصوت تجمهر الناس وقد أخذتهم الحيرة، لأن كل منهم كان يسمعهم يتكلمون بلغة. فوقف بطرس مع الأحد عشر فرفع صوته وكلم الناس قال: يا رجال اليهودية وأنتم أيها المقيمون في أورشليم جميعا، اعلموا هذا وأصغوا إلى ما أقول. إن يسوع الناصري، ذاك الرجل الذي أيده الله لديكم بما أجرى عن يده بينكم من المعجزات والأعاجيب والآيات كما أنتم تعلمون، ذاك الرجل الذي أسلم بقضاء الله وعلمه السابق، فقتلتموه إذ علقتموه على خشبة بأيدي الكافرين. إن يسوع هذا قد أقامه الله، ونحن بأجمعنا شهود على ذلك. فلما رفعه الله بيمينه إلى السماء نال من الآب الروح القدس الموعود به فأفاضه، وهذا هو الذي ترون وتسمعون، كلام الرب. Thank you.
روحك أيها المسيح فيتجدد وجه الأرض. أرسل روحك أيها المسيح فيتجدد وجه الأرض. باركي يا نفسي الرب. أيها الرب إلهي، لقد عظمت جدا. ما أعظم أعمالك يا رب، لقد صنعت جميعها بالحكمة، فامتلأت الأرض من مقتناك. أرسل روحك أيها المسيح فيتجدد وجه الأرض. أرسل روحك أيها المسيح فيتجدد وجه الأرض. الجميع يرجونك لترزقهم أكلهم في أوانهم، ترزقهم فليلتقطون. تبسط يديك فيشبعون خيرا. أرسل روحك أيها المسيح فيتجدد وجه الأرض. أرسل روحك أيها المسيح فيتجدد وجه الأرض. ترسل روحك فيخلقون وتجدد وجه الأرض، ليكن مجد الرب إلى الأبد، ليفرح الرب بأعماله. أرسل روحك أيها المسيح فيتجدد وجه الأرض. أرسل روحك أيها المسيح فيتجدد وجه الأرض. أرنم للرب مدة حياتي، أشيد لله ما دمت حيا، ليلذ له تأملي، أنا أفرح بالرب. أرسل روحك أيها المسيح فيتجدد وجه الأرض. أرسل روحك أيها المسيح فيتجدد وجه الأرض. فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس. يا إخوة، أناشدكم أنا السجين في الرب أن تسيروا سيرة تليق بالدعوة التي دعيتم إليها، سيرة ملؤها التواضع والوداعة والصبر. فاحتملوا بعضكم بعضا بالمحبة، واجتهدوا في المحافظة على وحدة الروح برباط السلام. فهناك جسد واحد وروح واحد، كما أنكم دعيتم دعوة رجاؤها واحد. وهناك رب واحد وإيمان واحد ومعمودية واحدة وإله واحد، أب لجميع الخلق وفوقهم جميعا، يعمل بهم جميعا وهو فيهم جميعا. كلام الرب. هللويا هللويا هللويا
القدس يعمل فيكم بأنات لا توصف. هللويا 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 من بشارة القديس يوحنا لإنجيل البشير. المجد لك يا رب المجد. في ذلك الزمان قال يسوع لتلاميذه: إذا أحبني أحد حفظ كلامي، فأحبه أبي ونجي إليه فنجعل لنا عنده مقاما. ومن لا يحبني لا يحفظ كلامي، ليس كلامي من عندي بل من عندي أبي الذي أرسلني. قلت لكم هذا الكلام وأنا مقيم معكم، ولكن المؤيد الروح القدس يرسله الأب باسمي فيعلمكم جميع الأشياء ويذكركم جميع ما قلت لكم. كلام الرب. التسبيح لك أيها المسيح. حضرة كاهن الرعية الفاضل الأب بطرس حجازين، نائبه الأب سليمان المحترم، الأخوات الراهبات، أبناءنا الصغار المتقدمين من سري الميرون والمناولة الأولى، ذويهم أشابينهم، أبناء رعية القديس بولس، أيها الإخوة والأخوات، ما زلنا بالزمن الفصحي الذي يعتبر كله وكأنه يوم واحد، لأن كل يوم في الزمن الفصحي هو فصح جديد، وبإمكاننا أن نهتف هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنفرح ولنتهلل فيه. وفي أثناء الفترة الفصحية يسوع أهدى كنيسته ثلاث هدايا كبرى. الهدية الأولى كانت ظهوراته المتعددة للتلاميذ وللنسوة ولآخرين. بالفعل منذ صباح القيامة يسوع بدأ يظهر يتراءى لمجدلية، للنسوة، لتلميذي عمواس، للتلاميذ المجتمعين في علية صهيون مع مريم، وظهر أيضاً الأسبوع اللي بعده للتلاميذ مجتمعين هذه المرة مع توما اللي كان غائب في الأسبوع اللي قبله.
ثم تراءى على شاطئ بحيرة طبرية وعمل معجزات الصيد العجيب، ثم تراءى لهم يوم الصعود، ثم أرسل الروح القدس يوم العنصرة. منلاحظ أيها الأخوة والأخوات أن ظهورات يسوع معظمها تمت يوم أحد، وأخذ اليوم الأحد طابعاً مقدساً في الكنيسة منذ أعمال الرسل. كان الرسل يجتمعون في اليوم الأول من الأسبوع يوم الأحد، وتدريجياً صاروا يسموه يوم الرب. لهلا باللغات الأجنبية كلمة أحد تعني يوم الرب باللغات اللاتينية، فرنسي، إسباني، برتغالي، لاتيني، إيطالي، تعني يوم الرب، اسم مكرس ليوم الأحد دون أيام الأسبوع. وباللغة الروسية يوم الأحد يعني يوم القيامة. نعم، كلمة قيامة هي الاسم المرادف ليوم الأحد باللغة الروسية السلافية. ماذا يعني ذلك؟ يوم الأحد أخذ طابعاً مقدساً، طابع صلاة وعبادة، صار يوم السيد. السيد هو الرب يسوع اللي قام من بين الأموات، صار يوم السيد سيد الأيام. مشان هيك لازم نتعامل مع يوم الأحد بشكل مميز. كيف؟ خصوصاً بالتزامنا بقداس الأحد. أنا ما بتصور مسيحي يتعامل بخفة وعدم اكتراث مع قداس يوم الأحد. قداس يوم الأحد مناسبة لنجتمع معاً كعائلة واحدة، لكي نسمع كلام الرب، لكي نتغذى من العظة، لكي نتناول من المائدة المقدسة. يوم الأحد هو يوم مقدس، وغيابنا عنه هو إضعاف لقوانا الروحية وأيضاً إضعاف لجسد المسيح. نحن جسد واحد وكلنا أعضاء في هذا الجسد، وكل مرة من غيب نحن نحدث انقسام وشقاق في هذا الجسد الواحد. وأحد أباء الكنيسة مرة بيقول: لا تمزقوا جسد المسيح بغيابكم عن يوم الرب. وبهالمناسبة بدي أقول كم مسؤوليتنا كبرى تجاه أبنائنا اللي بدهم اليوم ينالوا الروح القدس والمناولة الأولى. بتساءل كم واحد منهم رح يجي الحد الجاي على الصلاة. يا صغار ارفعوا راسنا، مين بده يصلي يوم الحد الجاي؟ مترددين شايف، كلكم طبعا، عظيم. بس بعرف انه مش بيتكم، مفروض تيجوا مع اهليكم، والاهل مش دائما بيجوا، فمفروض الاهل يجيبوا الصغار مش الصغار يجيبوا الاهل. اعتبروها دعوه مقدسه باسم الرب كي نتذكر اهميه يوم الاحد. الهديه الثانيه اللي اهداها يسوع لتلاميذه كانت مغفرة الخطايا. فوضهم هذا التفويض الكبير، أن يغفروا باسمه الخطايا. كلام يسوع واضح، نفخ فيهم وقال لهم: خذوا الروح القدس. وكمل: من غفرتم لهم خطاياهم تغفر لهم، ومن أمسكتم عليهم الغفران يمسك عليهم. كم جميل أن نتقدم بتواضع من سر التوبة لكي نغتسل من خطايانا ونتقوى بمواهب الروح القدس. كورونا سببت لنا مشكلة، كورونا فصلتنا عن الممارسة الأسبوعية، فصلتنا عن الاعتراف وعن واجبات اجتماعية كثيرة. إن شاء الله فترة ما بعد كورونا بتخلينا نرجع إلى العادات الجميلة السابقة، لأنه ما منا كورونا تخلق فينا فعلاً أن تحرمنا مما تعودنا عليه ومما أمره بنا لنا الرب وأمرته بنا الكنيسة المقدسة.
أما الهدية الثالثة في الزمن الفصحي اللي يسوع أهداها لتلاميذه ولنا هي حلول الروح القدس، الروح المعزي، الروح المؤيد، الروح معطي المواهب، معطي العطايا، الروح الذي خلى التلاميذ يوم العنصرة أن يتكلموا بلغات العالم كله. هذا الروح ما زال يحل علينا ويسبب في كل سر ميرون عنصرة جديدة. ممكن إحنا بحاجة لساعات كي نتكلم عن دور الروح القدس في تاريخ الخلاص وفي الأسرار السبعة وأيضاً في حياتنا الشخصية. بكفي نركز على مواهب الروح القدس. وبدي أتوجه للصغار اللي أمامنا، قديش عدد مواهب الروح القدس؟ 6 7 8 9 قديش؟ 7 7 صحيح. شو أهم موهبة بالنسبة لكم من المواهب السبعة؟ حكمة. إيش كمان عندكم مواهب مهمة؟ القوة، عظيم، مخافة الله، المشورة، نعم، العلم، تقريبا سمينا السبعة. المعرفة، ما هي العلم؟ طيب إيش كمان؟ التقوى، التقوى سمينا السبعة، ما بدنا نعملهم 8 هلا بعد ما صاروا 7. نتكلم عن 2 فقط إذا سمحتوا لنا. أبونا بطرس اسمح لنا 2 زيادة عن العظة الأسبوعية. أبونا بطرس كريم ومعطاء. الحكمة، بدي أسألكم سؤال يا صغار، بتفضلوا بالتوجيه تجيبوا 95 ولا بتفضلوا موهبة الحكمة؟ متأكدين بتفضلوها على 95؟ طيب شكراً لكم يا جماعة. 95 لا تعني شيء، في ناس بتجيبوا 99 وبيفشلوا في الحياة، الدنيا مش كلها علامات، لكن الحكيم هو الذي يعرف كيف يتصرف، كيف يقول الكلمة المناسبة في المكان المناسب وفي الوقت المناسب. الحكيم يأخذ القرار المناسب للظرف المناسب. الحكمة بتخلينا نعيش على بعد مع ذاتنا، الحياة الاجتماعية مع ربنا. احنا بحاجة يومياً إلى موهبة الحكمة، يومياً اطلبوها. لما عندكم تردد، حيرة، لا تعرفون ماذا تعملون، أي قرار تأخذه في منعطفات الحياة، وكم هي كثيرة هذه المنعطفات، اسألوا نور الروح القدس، اسألوا الحكمة. قبل شوي رتلنا، أرسل روحك فتجدد وجه الأرض. اطلبوا الحكمة بكل بساطة، يا رب أعطيني الحكمة، أعطيني التمييز، أعطيني أي قرار آخذ في هذه اللحظة المعينة والحرجة من حياتي. إذا تسلحتم بالحكمة، والحكمة مش مربوطة بالعمر، في ناس عمرهم 10 سنين عندهم حكمة، حكمة 10 سنين، وفي ناس عمرهم 80 سنة ما عندهم الحكمة المطلوبة. الحكمة مش مربوطة بالعمر مع الأسف، الحكمة مربوطة بالنضوج، بالنضوج الروحي أيضا. وكي نعيش وفقا للحكمة نحن بحاجة إلى موهبة. شو الموهبة الرديفة للحكمة اللي بتخلينا نعيش يوميا هذه الحكمة؟ حكيتوها قبل شوي، هي القوة، موهبة القوة. موهبة القوة لا تعني قوة العضلات، قوة المال والسلطة والتسلط، لا علاقة لها بالقوة الروحية. القوة هي الصبر في الشدائد والمحنة والمرض، القوة هي مقاومة التجارب، القوة هي الاجتهاد في الدروس والواجبات اليومية، هي المثابرة على الفضيلة. ونحن كل يوم، كل يوم منذ أن نستيقظ في الصباح حتى ننام في الليل نحن بحاجة إلى موهبة القوة، إلى قوة الإرادة. إخوتي وأخواتي، نشكر الله لأن صغارنا سوف يقبلون ليس فقط مواهب الروح القدس، لكن رحين يقبلوا الروح القدس نفسه
اللي هو معطي المواهب ومعطي العطايا، وأيضا المناولة الأولى اللي هي أكبر هدية لصغارنا، يتناولون جسد الرب. نعم، جسد الرب، الرب القائم يحل ضيفا علينا ليقوينا بكافة الفضائل والمواهب. والروح القدس لا تنسوا أنه بيكمل عمل يسوع ويعزز عمل يسوع ويؤيد عمله. أبارك للأهل اللي تعاونوا مع الرعية من أجل مجيء أبنائهم لدروس التعليم الديني. نشكر الراهبات والمعلمات اللي تعبوا، نشكر الأشابين، وأخيراً نبارك لكاهن الرعية ولمساعده لكل هذا الجهد الذي يتكلل اليوم أمامنا بالنجاح. وكل عام وأنتم بألف خير. وقوف أيها الإخوة والأخوات، قبل أن تنالوا الروح القدس، اذكروا الإيمان الذي أعلنتموه يوم عمادكم أو أعلنه أباؤكم وأشابينكم وجماعة الكنيسة الحاضرة آنذاك. والآن نجدد مواعيد عمادنا. أتكفرون بالشيطان وبجميع أعماله ومغرياته؟ أتؤمنون بالله الآب القدير خالق السماء والأرض؟ أتؤمنون بيسوع المسيح ربنا ابنه الوحيد الذي ولد من مريم البتول وتألم وقبر وقام من بين الأموات وهو جالس عن يمين الآب؟ أتؤمنون بالروح القدس الرب المحيي الذي سيوهب لكم اليوم بنوع فريد بسر الميرون المقدس كما وهب للرسل يوم العنصرة؟ أتؤمنون بالكنيسة الكاثوليكية المقدسة وبشركة القديسين ومغفرة الخطايا وقيامة الجسد والحياة الأبدية؟ مع بعض، هذا هو إيماننا، هذا إيمان الكنيسة، هذا هو الإيمان الذي نعلنه بافتخار. أيها الإخوة الأحباء، لنصلي إلى الله الآب القدير كي يرأف بأبنائه هؤلاء الذين ولدوا بالعماد ولادة جديدة، ويفيض عليهم الروح القدس فيثبتهم بمواهبه الغزيرة ويجعلهم بمسحته أكثر شبهاً بالمسيح ابن الله. نصلي بصمت، كلنا نصلي بصمت، سائلين أن يحل الروح القدس بمواهبه السبع على كل واحد فينا. نبسط أيدينا استنزالاً للروح القدس. أيها الإله القدير، أبا ربنا يسوع المسيح، لقد ولدت عبيدك هؤلاء ولادة جديدة من الماء والروح القدس، منقذاً إياهم من الخطيئة. فأفض عليهم الآن يا رب روحك البرقليط، هب لهم روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة والتقوى. املأهم من روح مخافتك بالمسيح ربنا. آمين. والآن في هذه اللحظات سينال أبناؤنا أجمل عطية، زيت الميرون من أقدس الزيوت التي تستعملها الكنيسة لتقديس وتكريس أبنائها.
نرافق أبناءنا في هذه اللحظات بالصلوات.
هلم تعال يا أبا الفقراء، أضرمنا بنار حبك. حب الله
صلوا أيها الإخوة والأخوات إلى الله الآب القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. نتضرع إليك أيها الرب العطوف فتقبل أدعية عبادك الذين جعلتهم بالميرون أكثر شبهاً بالمسيح، والآن وقد اشتركوا في تذكار الفداء الذي استحق لنا به موهبة روحك القدوس، أعطي من يشهد له في كل مكان هو الحي المالك إلى دهر الدهور. الرب معكم، لنرفع قلوبنا إلى العلا، لنشكر الرب إلهنا. إنه لحق وعدل واجب وخلاصي أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان أيها الرب الأب القدوس والإله القدير الأزلي بالمسيح ربنا. إنه بعد صعوده أعالي السماوات وجلوسه عن يمين الله أرسل إلى أبناء التبني الروح القدس الموعود، لذلك من الآن وإلى الأبد ومع كل الجيش السماوي نسبحك يا رب بخشوع بقلوب خاشعة صارخين قائلين: قدوس 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 أنت الرب القوي إله الصباحوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك العظيم، بشعنا في الأعالي مبارك الآتي باسم رب، بشعنا في الأعالي. حقا إنك لقدوس أيها الآب ينبوع كل قداسة، فنسألك أن تفيض روحك على هذه القرابين ليقدسها فتتحول من أجلنا إلى جسد وإلى دم يسوع المسيح ربنا، فهو حينما أسلم نفسه للآلام طوعا أخذ خبزا وشكر ثم كسر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي، دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا، اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان، كلما أكلنا هذا الخبز وشربنا هذه الكأس نخبر بموتك إلى أن تأتي يا رب. لذلك فيما نحيي ذكرى موت ابنك وقيامته نقدم لك أيها الآب خبز الحياة وكأس الخلاص، ونشكرك على أنك أهلتنا لأن نمثل أمامك ونخدمك. نبتهل إليك خاشعين، نحن الذين نشترك في جسد المسيح ودمه، كي يجمعنا روحك القدوس ويوحدنا. اللهم أذكر كنيستك المنتشرة في المسكونة كلها وبلغها كمال المحبة مع حبرنا الأعظم البابا فرانسيس
وبطريركنا بيير باتيستا واسقفنا ويليام وسائر الكليروس. اذكر اخوتنا الذين رقدوا على رجاء القيامة وجميع المتوفين إلى رحمتك، اجعلهم ينعمون بنور وجهك البهي. وإياك نسأل أيضا أن تسبغ مراحمك علينا أجمعين، أن تسبغ مراحمك يا رب في هذه اللحظات على هؤلاء الأطفال المتقدمين من سر القربان الأقدس والميرون، واجعل أن يكون لنا نصيب في الحياة الأبدية مع القديسة مريم البتول والدة الإله، ومع القديس يوسف خطيبها العفيف، ومع الرسل الأطهار والقديس بولس الرسول شفيعنا، والقديس يوحنا المعمدان، وجميع القديسين الذين ارضوك جيلا بعد جيل، فنسبحك ونمجدك إلى الأبد بابنك يسوع المسيح. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور. آمين. وإننا امتثالاً لوصية المخلص واستناداً إلى تعليمه الإلهي نجسر ونقول: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء يسوع المسيح. يا من قلت لرسلك وتقول لكل واحد منا في هذه اللحظات: السلام أستودعكم، سلامي أمنحكم. لا تنظر إلى خطايانا بل انظر إلى إيمان كنيستك. تنازل أولها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك، أنت الحي والمالك إلى دهر الدهور. ليكن سلام الرب معكم دائما. بالانحناء فلنتبادل سلام المسيح. سلام المسيح. السلام لكم، سلام المسيح. السلام لكم، سلام.
المسيح. السلام لكم، سلام روحي. هو ذا حمل الله، هو ذا الحامل خطايا العالم. طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب. يا رب لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، ولكن قل كلمة واحدة فتبرأ نفسي. تفضلوا الجلوس. طوبى للمدعوين إلى وليمة الحمل. هلموا تعالوا إلى عشاء الله العظيم. طوبى للمدعوين إلى وليمة الحمل. أيضا لحظة مقدسة في حياة أطفالنا، تقدمهم من التناول المقدس. يوجد مصور واحد فقط، مصور النور سات، من أجل إخراج صورة جميلة وتذكارية بدون أي إزعاج. زيل الكمامات، زيح الكمامات. سر القربان ربي
معي مدى الأزمان في سر القربان. ربي معي مدى الأزمان. يسوع ملك المال، مدى الدهر لك الحمد. ليتك ضمن القلوب من كل الكون محبوب في سر القربان. ربي معي مدى الأزمان في سر القربان. مدى الأزمان. بالترنيم جسد المسيح، آمين. جسد المسيح، آمين. جسد المسيح، آمين. جسد المسيح هنا، مأكل حي لنا. هذا إيماننا، آمين. أنا هو الخبز السماوي، من يأكل كل من هذا الخبز. التناول باليدين، التناول باليدين. له الحياة الأبدية. يا رب نأتي إليك بالترنيم، جسد المسيح، آمين. جسد المسيح، آمين. جسد المسيح، آمين. جسد المسيح هنا، مأكل حي لنا. هذا إيماننا، آمين. أنا هو نور العالم، من يتبعني
إليك بالترنيم. جسد المسيح آمين. جسد المسيح آمين. جسد المسيح آمين. جسد اترك كل شيء واتبعني وأنا أكون لك نصيبا. اترك كل شيء واتبعني وأنا أكون لك نصيبا. اترك كل شيء تعطى كل شيء واحمل الصليب تعال. تجد الراحة والهدوء لن يخيب ظنك تعال. اترك كل شيء واتبعني حيثما أقمت أقيم أنا. لن يغيب وجهي تعال. إني اخترتك لي عونا العلا يدعوك تعال. اترك كل شيء واتبعني وأنا أكون لك نصيبا. لنصلي. أشمل دائما ببركتك يا رب أولئك الذين مسحهم الروح القدس وغذاهم سر ابنك المقدس، واجعلهم يتغلبون على الشدائد فيبهجوا كنيستك بقداستهم ويعملوا بسيرتهم ومحبتهم على ازدهارها في العالم، بالمسيح ربنا. ألف مبروك لهذه الرعية ولهذا الجيل الجديد الذي نرجو أن يكون بداية بناء جديد أيضاً في هذه الرعية. باسمكم جميعاً نتوجه بجزيل الشكر لسيادة المطران ويليام الشومان لترأسه هذا الاحتفال وهذا القداس. أيضاً ننتظره الأسبوع القادم بالدفعة جديدة
بقسم آخر من أبنائنا صف الخامس والسادس، تقريبا عندنا ما يقارب 100 من أبنائنا، 100 طالب وطالبة. هذا الترتيب والتدريب بالرغم من كورونا، ضيق الوقت والإجراءات التشددية في موضوع الحضور والتواجد في الكنيسة بشكل جماعي، بالرغم من كل هذه المحددات استطعنا مع الأخوات الراهبات سيستر برونا بشكل خاص، معلمات التربية المسيحية اللي باسمكم نتوجه أيضا بجزيل الشكر لهن جميعا من أجل تحضير الأبناء. ما قاموا به هو جزء بسيط جدا، يبقى استكمال البناء والمتابعة من الأهل كما ذكر سيدنا في عظته، ننتظرهم الأحد القادم، ولكن بدونكم لن يأتوا، بدونكم لا يستطيع أن يأتوا، لذلك المسؤولية على عاتقكم وفي قلوبكم، أرجو أن نراهم يوم الأحد الساعة 7 مساء في القداس المسائي، سيكون اختتام الشهر المريمي، وأيضا قداس نتمنى يكونوا موجودين فيه لابسين الثوب الأبيض وبيسلمون الثوب الأبيض بعد القداس يوم الأحد مساء، راح يكون فيه لهم تكريم خاص، راح يكون فيه لهم يوم الأحد القداس المسائي الساعة 7 تكريم خاص، والقداس راح يكون خلينا نحكي يعني على شرفهم. والآن أيها الإخوة والأخوات، احنوا رؤوسكم للبركة ليبارككم الله الآب القدير الذي جعلكم بالتبني أبناءه، أنتم المولودون ولادة جديدة من الماء والروح القدس، وليحرسكم بمحبته الأبوية. ليبارككم ابنه الوحيد الذي وعد بأن يبقى روح الحق في الكنيسة، وليثبتكم بقوته في إعلان الإيمان القويم. ليبارككم الروح القدس الذي أضرم بنار المحبة قلوب المؤمنين، وليجمع بينكم وليقودكم من غير عثار إلى فرح ملكوت الله. آمين. بشفاعة سيدتنا مريم العذراء الكلية القداسة التي كرمناها خلال شهر أيار، وبشفاعة القديس يوسف محامي الكنيسة وشفيعها، ليبارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس. آمين.